تعالوا نشوف حظ كل برج من الأبراج اللي معانا النهاردة، ونعرف حظوظ كل برج مع خبيرة الأبراج الأستاذة دينا حمدي. أهلا بيكي. صباح السعادة وصباح البهجة وصباحكم كل حاجة حلوة. يومك سعيد. يومك سعيد إن شاء الله يا أستاذة. يومي سعيد علشان سمعت صوت الأستاذة علا بكر وحضرتك. طبعا يا حبيبتي صباحك سلامي. زي الفل، ويومك كله بركة وخير ورضا وسعادة، ويومك سعيد معانا النهاردة. خلينا يعني بما أن النهاردة يوم أجازة كده ومشاهدينا بيتابعونا من خلال يوم سعيد وشاشة المحور، نبدأ معاهم نقول لهم كده يومهم في إيه من التفاؤل ببرج الحمل. الاول يا جماعه، النهارده الوضع الفلكي ترابي بحت. يعني النهارده بنقول يا استاذه علا لكل الابراج الترابيه ابشر ما شاء الله تبارك الله. الجدي والتور والعذراء يومكم كله سعاده وبهجه، والفايبس بتاعتكم يعني في منتهى الجمال. هنبدأ مع برج الحمل الناري العصبي المتشبث برأيه، اللي طبعا عنيد وقوي وعنده دايما responsibility ومسؤولية، وقوي وشخصيته في منتهى الجاذبية. هنقول له إن القمر موجود النهاردة ببرج الثور البرج الترابي، الشمس موجودة ببرج الجدي. وده معناه إيه؟ هقول لك بقى يا أستاذة علا. بالنسبة للقمر لما بيكون موجود في برج الثور، لأن هو الثور صديق للحمل، فبينبم الحب جانب بالمعنى الدارك. فعلا فعلا من جاور السعيد يسعد، فبيجيله حظوظ وبيجيله فايبس إيجابية جدا، بيجيله بوزيتيف انرجي، بيجيله سعادة وبهجة وسرور. عنده الوضع الترابي داعم بقوة للحمل. الحمل ما شاء الله تبارك الله متأثر بالشمس الموجودة في الجدي الترابي، وأيضا بيتأثر بالإيجاب بالقمر الموجودة في برج الثور أيضا الترابي. فعنده إصلاحات وعنده سهولات وعنده النهاردة انتصارات. لو في قضية رفعها في محكمة أو مرفوع عليه حد معتدي عليه فرفع عليه قضية، هو بإذن الله المنتصر. عنده سهولة، عنده مود حلو، الفايبس بتاعته جميلة، عنده سلاسة، قاعد النهاردة في الانر بي. يعني يوم لطيف على برج الحمل النهاردة. يوم تحفة، يوم أكتر من رائع. طب بما أن الحظ النهاردة لأصحاب الأبراج الترابية، برج الثور أخباره إيه؟ برج الثور ده القمر عنده الحظوظ وعنده التسهيلات. بعد يومين كان تعبان جدا بسبب انه كان متبهدل، بسبب ان القمر كان عند الحمل، فكان الوضع مش احسن حاجه ابدا. من الخميس امبارح والجمعه النهارده ما شاء الله تبارك الله الوضع بيتحسن، وفي بوده بيتصلح، والمشاكل اللي كانت عنده في البيت والشغل هو الثور فاهمني. عشريه ثانيه، العشرية الثانية يا جماعة يا ريت تركزوا معايا، انتوا عارفين المشاكل قد ايه اللي انتوا كنتوا بتمروا بيها نفسيا وعكوسات، والوضع ما كانش احسن حاجة. الوضع امبارح الخميس بدخول القمر عندك يا تور، فالوضع ممتاز جدا على جميع نواحي وشتى شؤون حياته يا استاذة علا. تمام. الباقي الابراج خلينا نكمل برج برج. احنا طمنا الحمل وطمنا طبعا التوب 1 الاسبوع دوت، وهو الثور وبعديه العذراء والجدي. هنروح لبرج الجوزاء الماجيك او الساحر يا استاذه علا. وطبعا عايزه اعرف بقى، يعني هو حضرتك برج ايه الاول؟ انا الحمل. ما هو مبسوط اهو وبشرتيني في البدايه. لا ده انت يومك فوق الرائع باذن الله. ان شاء الله النهارده يوم ممتاز لي والاستاذه علا طبعا. بالنسبه للجوزاء هنقول له بنحبك يا جوزاء جدا، يا هواء، يا ماجيك، يا ساحر، يا لبق، يا اللي دايما ناجح في التحدث، متحدث لبق ودبلوماسي وشخص طيب جدا لانه هوائي فاجتماعي بطبعه. هنقول له عندك بس تاخد بالك عشان عندك النهارده، مش هنقولها تحذير بس هنقول له بنحبك فننصحك. اول حاجه النهارده وامبارح الصرف عندك، هو الجوزائيين فاهمين انا بتكلم في ايه. عشريه ثانيه يا جماعه، انتوا عارفين انا اقصد ايه، هم فاهميني. امبارح انتوا صرفتوا مبالغ كثيره جدا، خرج منكم اكتر ما جالكوا. خميس خدوا بالكم ان شاء الله باذن الله، خدوا بالكم النهارده كمان من الصرف.
اللي خارج اكتر من اللي داخل. عندكم تحذيرات في المود، مودكم والفايبس بتاعتكم، عندكم داون، عندكم ديبرشن، عندكم نيجاتيف انرجي. ايه بقى الحل؟ الحل عند استاذه علا بكر، واحلى مذيع في الدنيا معاها، منورين الدنيا كلها. الحل معاهم في برنامجكم الرائع، بان اول حاجه ان انتوا تحاولوا النهارده تعملوا اي حاجه تعلي الفايبس بتاعتكم. احنا فريق الاعداد مش متاخر خالص عن يعني ان هم يقدموا لنا كل الفقرات اللي تخلي الفايبس كلها حلوه وكلها حيويه ونشاط وسعاده. نلعب رياضه، يعني الفايبس بتاع لذيذ. تابعينا هتلاقي كل الحاجات عندنا بعد ما نخلص مع حضرتك الابراج. اوكي طب معاكم انتوا اليومكم يوم بيتظبط وبيبقى سعيد معاكم انتوا. فالجوزائين يا جماعه يا ريت النهارده تركزوا لاخر ثانيه في برنامج يتابعوا معانا يوم سعيد لحد ما نقول لهم باي باي. لحد ما موتهم، لا فعلا والله موتهم بيتظبط. الجوزاء عنده تحذير صحي، يخلي باله ياكل اكل صحي، يلعب رياضه، يخلي باله من الصرف، ويخلي باله النهارده جدا جدا من موده. ده بالنسبه للجوزاء. السرطان بنقول له يا استراحه محارب، يا بطل بعد مكافحه، كان مكافح وكان مقاتل وكان مجاهد وكان تعبان جدا اليومين اللي فاتوا. كان المربع كان القمر عامل تربيع مع برجه، كان موده فيري 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 داون، كان عنده نيجاتيف انرجي بطريقه مش طبيعيه، اللي هو لو حد قرب منه كان هيتعدي من النيجاتيف انرجي بتاعته. فرصه يريح يوم الجمعه، يعني يريح الجمعه خلاص بقى، علشان اليوم اتظبط بدخول الشمس عند الجدي والقمر عند الثور. ايه الجمال ده وايه الروعه، وسعاده وبهجه وانطلاقه ومود زي السكر. واجتماعات النهارده اللي هيروحوا نادي في السرطان، في جزء منهم هيخرجوا فيه النهارده، هيعملوا تعب، في حد مثلا عاوز يتفرج على افلام ادفنتشر، في يومهم رائع، يومهم خروج وانطلاقات سفر. الوضع الفلكي داعم جدا جدا، حتى اللي هيسافروا بيقول لك طريقك باذن الله امن وما فيهوش اي مشاكل بامر الله تعالى. عندك مصالحات مع حد كنت متخاصم معايا سرطان، ودي اهم خبر بقول لك النهارده، في صلح مع حد كنت زعلان منه او مزعله، هتتصالحوا النهارده. طيب باقي الابراج سريعا بقى يا استاذه دينا بعد اذنك. في عجاله حاضر، ده كان السرطان يومه زي الفل، وفي فرحه هتدخل قلبه وحد هيعترف بحبه ليه. القمر بيقدم لك تسهيلات جامده جدا جدا واصلاحات. هندخل على الاسد، الاسد حبيبنا طبعا القيادي الناري القوي ابو شخصيه عنيده اللي واثق في نفسه وعنده نسبه من يعني نقول الثقه العاليه بالنفس. القمر في اعلى نقطه عندك، عندك تحذيرات صحيه، القمر بالطور مسلط الاضواء عليك يا اسد. هيجيب لك حاجتين يا اسد في عجاله، اللهم بارك في الوقت. بيجيب لك يا اما الاعداء هيركزوا على عيوبك علشان يطلعوك وحش، او القمر باعلى نقطه عندك يا اسد. تمام، اللي بعد الاسد على طول. بعد الاسد حبيبتي العذراء، يومك فوق الرابع. العذراء يومه جميل ولطيف لانه ترابي زي ما حضرتك قلتي في بدايه الحلقه. الميزان هو في المثلث السياده والقوه للثلاثة، احنا قلنا ثور وجدي وعذراء. الميزان في عجاله، يا ريت بسرعه. يومك متوسط انر بيس، ما عندوش ولا تحذيرات ولا بشارات. احنا كده بقى لنا كام برج؟ ثلاثه فاضل خلاص. العقرب ثلاثه. العقرب عنده بس تحذير، لان القمر في بيته السابع. عندك تحذيرات يا عقرب، لا تشخط في حد ولا تخصم لحد ولا تتاخر عن شغلك عشان ما يتخصملكش، وما تتخانقش مع اخوك. تمام، لو بتسمعني عقرب انثى ما تتخانقيش مع اخوك النهارده، في مشاكل عند مع عيلتك لو ما التزمتيش وما لجنتيش نفسك وتحكمي في اعصابك، اخر حاجه هتضايق من روعك. الكوز بقى يا جماعه، ده قبل الاخير. يومك عندك شغل كتير جدا، لازم تركز على شغلك، لانك هتطلع خطوه قدام يا اما هترجع خطوه ورا لو ما ركزتش. التحذير لو ما ركزتش يا استاذه علا هيرجع هيخسر خطوه. اخر برج معانا يا استاذه دينا. اخر برج معانا حبيبتي هو الجدي. الجدي والدلو. الجدي يوم قلنا اكتر من رائع، كل حاجه على المستوى العام وطبعا. عنده حظوظه عاليه النهارده حضرتك قلت. كل حاجه عاليه. الدلو بقى عنده تحذيرات، القمر عامل تربيع مع برجه، فالنهارده يظبط اعصابه. وبحذرك يا دلو النهارده ما تعملش مشاكل مع حد. التحذير في غايه الاهميه، الدلو بلاش مشاكل مع حد. الحوت بقى، القمر في بيته الثالث، ده خلاص احنا بننهي، ده اخر واحد. القمر بيديك ثقه، بيديك
سعادة، بيديك فعالية، بيديك قوة وإنتاجية وثقة بالنفس. أنت النهاردة النجم، أنت النهاردة على العرش، أنت الإمبراطور، ذا إمبرور ياهو. احنا بنشكرك جدا استاذه دينا حمدي خبيره الابراج، يومك كله سعاده وانبساط، وان شاء الله دايما نتابع معاكي يعني اخبار وحظوظ الابراج المختلفه. شكرا جزيلا ليكي.